أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع دانيال بن نعيم، مساعد نائب وزير الخارجية المكلف بشؤون شبه الجزيرة العربية. سيد دانيال، أهلا بك. دعني أبدأ من الاجتماعات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية أنتوني بلينكين بمجرد وصوله إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات الهامشية. بمجرد وصوله كانت هناك اجتماعات مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، ثم اجتماعات أخرى أيضا مع وزير خارجية دولة الإمارات والسعودية. عن ماذا كان الحديث خلال هذه الاجتماعات؟ حسناً، هذه الاجتماعات وقعت خلفنا. وزير الخارجية بلينكين كان في اليوم الأول من هذه الاجتماعات تناقش حول عدد من القضايا الملحة وكيفية العمل معاً. مجلس التعاون الخليجي كان دائماً في تواصل وتشاور مستمر معنا، وبلينكين فقط اجتمع مع ندرائه في مكان واحد مرة أخرى. تحدثنا عن عدد من القضايا الساخنة في المنطقة، ناقشنا اليمن وجهودنا المتواصلة لتقوية الهدنة وكذلك استدامة عمل من أجل أن نتوصل إلى سلام، وكذلك تحدثنا عن إيران والحاجة إلى العمل معا، وكذلك عن الدفاع والردع واغتنام الفرص لتخفيض التصعيد في المنطقة وحتى نسعى إلى الاستقرار. كذلك تحدثنا عن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وحل الدولتين وإمكانية التقدم باندماج إقليمي في المنطقة. هذه من بين المواضيع التي ناقشناها معا، وكذلك لم نتحدث فقط عن هذه القضايا الساخنة، وإنما يمكن أن نتحدث عن روح لاغتنام الفرص في المنطقة. هناك رغبة في العمل معا حول قضايا جديدة وإمكانات جديدة، وهذا تمثل في ممر الهند إلى أوروبا عبر الشرق الأوسط وما اتفق عليه في قمة العشرين وفي منتدى النقب وعدد من القضايا الأخرى التي توضح أن الكل يريد اقتناص الفرص والعمل معا لمواجهة التحديات. والتعاون الأمريكي الخليجي قوي حاليا، وهناك وحدة في الهدف والجهود. مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية أكدا التزامهما العمل معا للتعامل مع التهديدات والأنشطة المزعزعة لاستقرار منطقة الخليج. هل حددتم خلال هذه الاجتماعات الأنشطة أو أهم التهديدات التي يجب التعامل معها في هذه الفترة؟ حسناً، هذا ليس نقاشاً وحواراً نجريه مرة كل سنة، وإنما هذا نقاش يومي نجريه مع عدد من النظراء الدبلوماسيين وكذلك السياسيين والعسكريين. وهناك مجالات متعددة للعمل، وقد أشرنا إلى هذه القضايا في البيان المشترك. تحدثنا عن التعاون للأمن البحري. نعرف أن الخليج هو شريان للملاحة البحرية، 25% من النفط الخام يمر من مضيق هرمز، وكذلك هناك تجارة تقدر بنحو تريليون دولار، ولذلك من المهم جدا أن ندافع عن هذا الممر الحيوي. تحدثنا عن أن أمريكا نشرت مدمرة USS توماس هادنر من أجل مواجهة التحرشات الإيرانية ومصادرة السفن التجارية من قبل إيران، وكذلك نحن تحدثنا عن كيف نشجع الدول الأخرى للانضمام إلينا في هذه الجهود. كنت في البحرين، حضرت مؤتمرا مهما للأمن البحري، كان هناك نحو 22 بلدا ونحو 90 مسؤولا دبلوماسيا وسياسيا. تحدثنا عن كيفية العمل لمواجهة مثل هذه التحديات، كذلك ناقشنا مسألة منع الانتشار للأسلحة المحظورة من قبل إيران داخل إيران وخارجها، ونحن قلقون بشأن المنطقة وكذلك قلقون بشأن رؤية الأسلحة الإيرانية تقتل المدنيين في أوكرانيا من قبل الروس، ولذلك هذه من بين الأمور التي تقلق أمريكا بشأنها إلى جانب الشركاء الإقليميين. كما تحدثنا عن الدفاع والردع، وهذا نفعله دائما، وسنواصل هذا الحوار المعمق والغني مع الشركاء الموثوقين، وسنستمر في هذا وربما قريبا. في نفس الإطار، حرية الملاحة والأمن البحري من بين أهم النقاط التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات وزير خارجية بلينكين مع نظرائه من مجلس التعاون الخليجي. هل الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية كافية للتعامل مع تهديدات الملاحة في منطقة الخليج العربي؟
أعتقد أن هذه مشكلة متحركة ونحن نتعامل معها على هذا الشكل بجهود متحركة، ولذلك كان هناك هذا النشر لأسور عسكرية أمريكية، وهذا مؤشر على أننا ملتزمون بحماية الملاحة في الخليج العربي، ونعرف أن كل السفن التجارية تريد أن تبحر بأمان وسلامة، وهناك كل الدول المعنية، وكذلك نريد أن نضمن أن تكون حرية الملاحة حقا محفوظا حول العالم. ولذلك نحن نقول بصراحة إن هذه مسألة خليجية وأمريكية ودولية، ولذلك ننسق عن كثب ونتشاور بشكل منتظم حول هذه القضايا، ويمكن أن نواصل العمل حسب التطورات المتحركة التي تقع، والعمل معنا هو المفتاح، وذلك من أجل مواجهة التحديات. دعوتم في بيان مشترك مع مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت وضرورة تنظيم الملاحة في خور عبد الله. هل تحدثتم إلى الجانب العراقي بهذا الشأن، وهل تنوون لربما قيادة وساطة بين الكويت والعراق؟ حسنا، هذا أمر أثرناه مع عدد من الشركاء. نحن ندعم الأمم المتحدة حتى يكون هناك حرص وضمان بأن العراق والكويت يمكنهما أن يتوصلا إلى حل مرد، وأن يسرع العراق حل هذه المشكلة عبر إثارة القضايا القانونية، وخصوصا بعد الحكم الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا. وكذلك نريد أن يحترم العراق الالتزامات الدولية، ونعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب وحدة أراضي وسيادة الكويت، وبطبيعة الحال تريد من كل الشركاء الإقليميين أن يحترموا التزاماتهم، ونستطلع أن يحدث هذا. شكرا لك دانيال بن نعيم، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية. شكرا لك.